أنا محمد شدفات. بوحدة من المدارس الثانوية للبنين بمنطقتي كان عند المدير مشكلة بين 5 معلمين وتواصلهم مع طلاب المرحلة الثانوية بالحصة. فباجتماع للدوائر قرر المدير هذا أنه يطرح علينا فكرة كيف بنقدر نحل هاي المشكلة. كنت بهذاك الوقت في مركز الشباب، فطرحنا عليه مبادرة سميناها ليش لا. كان هدفها أن نعطي أسلوب للمعلمين هذولا بالتعامل مع هاي الفئة من الشباب زي المعاملة اللي إحنا بنعاملهم فيها بالمركز. والحمد لله قدرنا نوصل هاي المهارة للمدرسين. واللي بتمناه من الجميع أنه لما نتعامل مع أي شباب ومع أي أطفال ما نكون معهم نتعامل بالرفض المباشر اللي هو لا. شكراً.